عندما وقع نيل زورات عن ظهر مورتون يا أصدقائي أنقذهم صائد السمك، لكنه عاد وباعهم إلى عازف الكمان كليمانت، وقد جعل العازف نيل يغني ويرقص أمام الناس. وعندما رأى نيل يبكي أطلق العازف سراحه وطلب منه أن يعود إلى بلاده، لكن نيلز لم يعرف أين أكسا ولا أين سرب الإوز. وذات يوم تلبدت السماء بالسحب، وسمع الصياد صوت طيور في السماء، نظر بعيدا ثم حمل بندقيته وأطلقها اتجاه السرب. ترى ما الذي سيحدث؟ سنرى الآن. يا إلهي صباح جميل. هاي نيلز استيقظ، لقد أشرقت الشمس، هيا. دعوني أنام قليلا. هيا، وأنا الذي كنت أطير طوال الليل ماذا أقول؟ لابد أنكم قد تعبتم، ولكنني أردتكم أن تروا شروق الشمس في ستوكهولم. ماذا، شروق الشمس في ستوكهولم؟ نعم يا نيلز هذا صحيح. قاعد أكثر، لقد سمعت بأن ستوكهولم رائعة. نعم، انظروا هذا المنظر سينسيكم تعبكم. أنا متأكد من هذا. قاعد أكثر، دعنا نتوقف في هذه المدينة، سمعت بوجود حديقة كبيرة. أنا آسف يا نيلز، ولكننا لا نستطيع المكوث طويلا. لماذا يا ترى؟ رأت أسماك؟ لنهبط قليلا. حسنا. أنا أعلم. إنه جميل جدا. أعلم، البحر جميل، دائما تقول هذه الكلمة. أطلب منك أن تنظر إلي. اتفق، مع البحر رائع. كف عن القفز، إنك تجعل الطيران صعبا جدا. إنه فقط يدلني على صائد السمك. انظر هناك يا نيل. ما هذا؟ بندقية. إنني أشتم رائحة البارود. تفرقوا. مورتون، ارتفعوا إلى الأعلى، هيا. أحاول. تأخر مورتون، أنت بحاول، هيا تشجع مورتون. تشجع مورتون، لا تخف يا صديقي. لا أستطيع الطيران بشكل معكوس. إنه غير آمن، لا يستطيع مورتون أن يتجه. مورتون لا تخف، طر بشكل دائري إلى اليمين، هكذا اتبعني. ذاذرة، لا أستطيع هكذا. هكذا يا مورتون كما أفعل. أحاول. لماذا تقيل الهمة؟ مورتون انظر إلي، راقب كيف أفعل ذلك. راقب. لا أعرف. لا، ليس كذلك يا مورتون. ديني تمسك جيدا يا نيل. تمسك جيدا نيل. يا إلهي عطف ديني. لا نستطيع أن نتبعه أكثر من هذا، لا نستطيع. انتهى أمري، مع السلامة، ابعث بحبي لمورتون. حبيبي رات، لا تخف، أنا معك يا صغير، يكفيك دلعا يا جبان. لا تحاول أن تطمئنني يا نيل. ما بك يا صغيري؟ ما بك يا رات؟ أحدهم عطى ذيلي.
سمكة صغيرة لا تخف يا جبان. سمكة؟ حد هنعم؟ يا إلهي ما هذا؟ قائد أكثر، لقد أمسك الصياد بشيء ما. قد يكون نيل. هل من المعقول أن يكون حيا؟ إنني حي. ماذا تريد؟ إنك فأر مزعج. نعم لقد أمسك بنيلز وران، ولكن لا نستطيع الاقتراب. إن لم أصطد اليوم فلن أبيع. يبدو أنه حي. يا إلهي إنه يقف على قدمي. كيف أستطيع رد الجميل؟ لا بد أنه قزم عجيب بالفعل. من هذا؟ لا أدري. لنذهب. قد يشتريه مني أحدهم، إنه لا يقدر بثمن. افتح الباب. أنت مبكرا يا عزيزي، هل كان الصيد موفقا هذا اليوم؟ هذا هو كل شيء. ما هذا؟ إنهم مخلوقات يا عزيزتي ويتكلمون كالبشر. هذا؟ لا تقلقي يا عزيزتي، إنهما أليفان، أعطهما شرابا دافئا، هيا وبسرعة. قد يكون قزما عجيبا. ها قدرات. ها شبع؟ شكرا لك، أشعر وكأنني ولدت من جديد. لا تشكرني. كيف أستطيع رد الجميل؟ حسنا دعني أرى قوتك العجيبة. عجيبة؟ لا أنا إنسان. ولكنني أعرف بأن للأقزام قوة عجيبة. يظنون أنني قزم عجيب، هل سمعت يا صديقي راد؟ نعم سمعت. وأنا ظننت أننا نستطيع أن نطلب منك إحضار 1000 القطع الذهبية، أليس كذلك؟ أجل. لا أملك نقودا ويجب أن أشكرهما، ماذا نفعل يا صغيري؟ هذا موقف محرج، تصرف أنت أمام الناس. اعتقدت بأن لك قوة. انظرونا. لا قف، أصدقائي، لا تطلق النار، إنهم أصدقائي. أصدقائك؟ نحن نطير سوية وأستطيع أن أتكلم إليهم بلغتهم كما أتكلم معك. ماذا تقول؟ لقد حضروا لإنقاذي، هل تفهم يا سيدي؟ تعالوا هنا. لماذا؟ هيا بسرعة. هيا. هيا أحضر علبة يا عزيزتي. ظننتك إنسانا طيبا لكنك لئيم. ماذا تخطط يا عزيزي؟ نتكلم مع الإواز، لا بد أنه قزم عجيب بالفعل، إن لم نسرع فسيهاجمنا هذا الإواز يا عزيزتي. ذلك سيبعدهم عنا لفترة طويلة، ولكننا لا نستطيع أن نظل كذلك إلى الأبد.
اتركه يذهب إنني خائفة. لا تكوني غبية، إنه لا يقدر بثمن. قد يشتريه مني أحدهم. سأذهب إلى سكانسن. ماذا نفعل؟ أنا ذاهب. تبان أنهم مخيفون. كن حذرا. هيا بنا نذهب، بل قد غادر البيت. لا تسرع، ربما لا يزال أحدهم موجودا في الداخل لنراقب لفترة. هيا رسس لنذهب إلى هناك ونتكلم. هيا بنا يا رسس، هيا لنذهب إلى هناك ونتكلم. هيا بنا يا رسس، هيا. لا ترفع صوتك، يجب أن نذهب الآن. الآن اسكتوا الآن، لا داعي للكلام، دعوني أفكر. قسم يتكلم لغتنا. وأنا الذي ظننت أنه رجل طيب، كم كنت مخطئا يا صغير رات. يبدو أننا قد ابتعدنا كثيرا. لابد أن مورثون قد قلق علينا. ابتهج يا رات، قد نتمكن من رؤية الحديقة في سكانسن. لطالما أردت أن أراها، إنها فرصة نادرة جدا. إنك هادئ جدا. لا داعي للعصب يا رات. لا يشعر معنا أبدا. هذا صحيح، سيجد لك الحظ السعيد وأنا كنت لطيفا معه. حقا، إن السمك الذي أحضرته قبل أيام كان فاسدا جدا. كان ذلك سمكا مجففا، كان عليك أن تطبخه جيدا. ثم إنه هذه المرة ليس بسمك، إنه حي. حي. انظر بنفسك وسترى ما أعني. هيا هيا انظر. انظر. ماذا؟ ما هذا؟ إنه ليس بلعبة وذلك مؤكد. إنه يتحرك، انظر. حسناً، كم تريد؟ ما رأيك أن تدفع 5 قطع ذهبية؟ كثير. 3 قطع. 2. إنه لم يكلفك أي شيء يا صديقي. إنك تساوم بشدة كالعادة، لا فائدة منك. سأذهب إلى غيرك. انتظر انتظر، لدي قطعة ذهبية واحدة، تفضل خذها. تعال. حسنا، أعطها لي. اعتني به جيدا، إلى اللقاء. يبدو أنه قد باعنا لشخص آخر. هذا صحيح رات، ولكن بقطعة ذهبية واحدة، ذلك رخيص، إنها إهانة. هذا ليس بالوقت المناسب للتذمر من السعر. غريب، إنه يتحرك. من أنت يا قزم؟ أنا كليمت، عازف الكمان. هل تعاونني في عملي؟ وسأعاملك معاملة حسنة ثم في عملك؟
نعم، وإذا لم تعاونني هذا ما ستحصل عليك. لبس لبس لبس. إذا أنت موافق وستفعل ما أقول؟ نعم، أظن أننا سنضطر لذلك يا صغيري رات. موافق. لنذهب إلى العمل وبعد الطعام هل تحب أن ترقص وتغني؟ جدا جدا. لا أستطيع أن أتحمل المزيد. غريب، إنه ليس داخل المنزل، ماذا سنفعل؟ لقد عاد لقد عاد لقد عاد لقد عاد. أنا هنا يا عزيزتي. أهلا يا عزيزي. انظري قطعة ذهبية. أيها القائد أيها القائد، لقد أخطأنا، عندما غادر كان معه سلة صغيرة ويبدو أنه قد عاد بدونها. إذا نيلز ورات كان داخل السلة. هيا بنا، لقد ذهب الرجل إلى مسكنه، لنذهب الآن. هيا، لا بد أن نجدهما. لا 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 يجوز لا يجوز لا يجوز. على الأقل سنذهب. دعني، لا أريد لا أريد. نعم سنذهب للبحث عن هذين الاثنين. نعم. والآن حان وقت العرض الكبير، قزم يغني ويرقص. كف عن الكلام أيها العازف ودعنا نرى هذا القزم أولا. هدئ من روعك يا رجل، سعر خاص منذ الآن، ادفعوا جميعا. إنه يغني ويرقص جيدا. بالتأكيد سيفعل. لا سندفع بعد أن نراه. هيا. إذا قدمتم ضمانا بذلك. بالطبع، إذا كان جيدا بالفعل سندفع. والآن سيداتي وسادتي، القزم يغني. صار القطار وكان سريعاً. صوته جميل، لم أتوقع هذا. كنت أريد أن آكل أن آكل أن آكل، كنت أريد أن آكل في ذاك القطار. قالوا إنهم يريدون يريدون يريدون، قالوا إنهم يريدون أفهم فنون. لم أنسى كيف صرت أتمرن جدا. آسف عليك من أتمرن، فقلت أنا ومن تريدون تريدون تريدون، فقلت أنا من تريدون أفهم الفنون. صرت أغني في الصحراء للطرقات للعربة مجانا وأفرح، أغني للصغار والكبار كفنان وأفرح سأفرح. ماذا تفعل؟ غريب، هذا ليس لعبة، إنه حي. كفى يا أولاد، هيا ابتعدوا من هنا، ابتعدوا. ما الأمر؟ لقد أطعمتك أليس كذلك؟ هيا ارقص وغني. ماذا حدث لك؟ هل أصابك مكروه؟ سوف أجعلك تغني، هيا قف وغني. ماذا حدث؟ هل أصابه مكروه؟ لا لا، سأجعله يغني، انتظروا قليلا ستروا. قف، هيا قف وغني، قم. أنا لست للاستعراض ولا أصلح لهذا. ماذا؟ أتسخر مني أيها القزم؟ هيا قم وغني. قم وارقص. ما بك، لا تؤذي، أنا صديقه. ماذا تريد منه؟ ماذا تريد منها؟ ماذا يحدث؟ ما هذا العرض السيء؟ هيا بنا، هيا هيا نعود. لا تذهبوا، أرجوكم انتظروا، سيرقص سيغني، انتظروا.
انظر هناك. ماذا؟ انظر هناك يا نيل. ها؟ 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 هذه هي فرصتك يا نيل. هيا هيا. حسنا. جعلتك تقوم بشيء تكرهه. اذهب اذهب، عد إلى بلاد الأقزام يا ولدي. اذهب. هل نذهب؟ هل نذهب يا راد؟ هيا. نعم. علينا أن نرى القائد أكثر والآخرين. لابد أن مورتون قلق علينا. نعم نعم. هيا بنا لنلك الدراس. أيها القائد، إنهم ليسوا هنا أيضا. فهم. لم يبق لدينا وقت، يجب أن نذهب إلى لايلاند وبسرعة. ولكن يجب أن نجدهما، لا نستطيع تركهما. طبعا نستطيع، هذا سهل. وأنت لئيم جدا. من هو اللئيم يا مورتون؟ من؟ ها؟ اللئيم هو أنت. كيف فعل ذلك يا مورتون؟ أين أنت يا نيل؟ أرجو أن يكونا بخير. نيلز يحب المساعدة، لذا يقرر أن يخلص جورجيو من أسره، ويتجه إلى حديقة الحيوانات. يسير بحذر شديد، ثم يذهب إلى القفص ويخلص جورجيو من الأسر، ويطير هو ورات على ظهره يتبعنا سرب أكسا والإوز. لكن جورجيو بطبعه جبان، ما الذي سيحدث؟